ابراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا فلك نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك صباح يا نجلة. خيرات صباح خير صباح خير يا بنت. سعد صباحكم، ضلوا دائما بخير وايامكم سعيده. اليوم 23 حزيران، يعني كواكبنا كلها عم تتراجع مثل ما قلنا. المشتري يتراجع في الجدي، صار لهم 4-5 ايام. عطارد بالسرطان، زحل في الدلو، والزهره في الجوزاء. الكوكب الوحيد الذي يتقدم هو كوكب المريخ، يتقدم في برج الحوت. اول اخباري لمولود برج الحمل اللي اليوم لازم تخفف من منسوب القلق، يوم ما تدخل بتماس مباشر مع الاخرين. غالبا انت معصب او متضايق او لسه ما انك مرتاح في الحياه، صار لك يومين ثلاثه ما انك باريح حالاتك، فحاول تتمسك بلطفك بهدوءك وما تراكم قلقك فجاه. مولود برج الثور يوم للنشاط، سواء كان عائلي سواء شخصي سواء سفر سواء نازل على السوق، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس في اخبار، في دعم، في قصه ممكن تكون مفرحه. غالبا هاي الفتره للحصاد، وهو برج الثور الست شهور الاولى ما انا له، الست شهور الاخيره هي اللي فعلا للحصاد لكل شيء كان عم يزرعه سابقا. مولود الجوزاء اليوم انت عم تستفيد بانك ترتب امورك، وغالبا عم تفكر بمصادر اخرى للدخل. يوم ايجابي لتوازن بين دخلك ومصروفك، واصحك تزيد من حكايه المصروف على حساب الدخل، ما تدخل يعني بمتاهات الاسراف. مولود برج السرطان اليوم انت مسلح بالحظ اللازم، خاصه لتقدر ترتب امورك. يوم انت عاطفيا عم تميل يمكن لفكرة الارتباط، مو ضروري اليوم بكرة، بس غالباً عم بيسود التفاهم بينك وبين محيطك، وهي الفترة بالمجمل للحب، للعلاقات العامة، وليكون حواليك نوع من أنواع السعادة. عزيزنا مولود برج الأسد بالغالب اليوم كتير مرتاح، عم تستخلص العبر من أخطائك، وهي قصة دائماً إيجابية. وضعك العاطفي بحاجة لحماية، التحفظ هو سر نجاحك عموماً. غالباً عم بتشوف الأمور ب منظار شوي سلبي او مو ايجابي، عم تحاول قدر المستطاع انك ترتب امورك، مع انه انا بقول اليوم في نميمه او شائعات لدى مولود برج السرطان. مولود برج العذراء يوم اجتماعي بامتياز، تقبل ودع امور اجتماعيه، زيارات، تجارب جديده تعيشها. احد الاشقاء او الضيوف اليوم ممكن تسمع منه خبر، خاصه اذا من الاشخاص اللي لهم علاقه بالسفر. يوم للاتصالات الخارجيه وللسفر وبامتياز، كل واحد حسب وضعه طبعا. برج الميزان ما أظنك كتير مبسوط، في عندك نوع من أنواع التجارب اللي العلاقة بالقيل والقال أو كلمة عم يرتفع صوتك فيها، بقيان بالك على قصة الآن، على قصة شوي عدائي اليوم مولود برج الميزان بردوده، مع أنه أنا ما بشوف الأمور سيئة، بشوفها رايحة باتجاه الأفضل، خاصة بتقدم الزهرة في برج الجوزاء ابتداء من اليومين اللي جايين. عزيزنا مولود برج العقرب، أنت تعمل على تحسين أمورك خاصة مهنياً، ترتب أمورك بلقاءات، بعلاقات، اتفاق بالعمل، عم تستقطب دعم بالغالب، وهي الأيام فعلياً للأفراح، للأوراق. لبارك لك يمكن مساءً بشي قصة مهمة، وغالباً أنت مستقل وواثق من نفسك. مولود القوس تظهر لأصدقائك بثوب القائد، يوم يعتبر جيد لمولود القوس، يؤمن بخياراته، عم بيناقش، عم بيحاول، رشيط، متفهم، يسمع كثيرا ويتحدث قليلا. يوم للتأجيل بامتياز لمولود برج الجدي، وغالبا ضايق خلقه من بعض التصرفات اللي لها علاقة بالتردد. أحد أكثر الأبراج إحساسا أنه أنا لازم أنه أنا أخذ قرار هو مولود برج الجدي، لا يتردد حتى، بس اليوم بالذات ينذر بمفاجآت سلبية أو نوع من أنواع خيبة الأمل. هلأ عطارد اللي عم يتراجع بالسرطان يعنيك بشكل مباشر، خاصة على صعيد الأمور العملية. مولود برج الدلو عنده 100,000 قصة شاغلته، والأمور كلها مو على مستوى طموحاته اليوم. أعمالك متراكمة، عملك كتير، وخفف من العمل إذا بتقدر، وارتاح إذا بتقدر، لأنه أنت حدا بكابر بالتعب، قد ما كان متعب وجسده بحاجة للراحة بيضلوا بكابر وبيضلوا واقف. هاي القصة مو دائما صحيحة على كل الأحوال. عزيزنا مولود برج الحوت اليوم الأمور جيدة، عم تلمس أجواء إيجابية حواليك. وضعك الفلكي يجعلك تقترب من الآخرين، اليوم يوم فيه مبادرات، يمكن عم تختصر المسافات باتصال، بتليفون، بوعد، بعهد. اليوم يوم جيد وأنت واعي لأمورك، والأمور رايحة باتجاه الأفضل. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 23 حزيران، وأتمنى له السعادة، يجعل أيامكم سعيدة. طبعا مولود 23 شخص
يجمع بين الكسل وبين النشاط، ما بتعرفوا امتى بيتكاسل فجأة يومين ثلاثة ما له خلق ياخذ ويعطي مع حدا، احيانا بدب فيه النشاط اذا كان في عنده قصة مهمة، مولود صاحب افكار جذابة، اراء مبدعة، احلام مميزة، يخطط يفكر قبل ان يتصرف، بيكون ناجح بحال التقى حدا عم بحسه بالعمل او عم يعمل له منافسة، مولود يتعرض للفشل لكنه يتعلم من الفشل، يضحي بنفسه من أجل المبادئ العامة، أجل شغلة هو مقتنع فيها، الحق عنده أساس كل عمل، يغلب طابع التشاؤم على طابع التفاؤل بالنسبة له، ما بتلاقوه كتير مبتسم، بتلاقوه دائماً عنده هيك مشهور مولود برج السرطان بعينه شوي الحزينة أو المنكسرة، ويلزم التركيز في حالة النجاح. سنة مهمة بالنسبة له خاصة مهنياً، أنا بقول الشهر القادم لترقية، لعقد، لتغيير، لقصة العلاقة بمسؤوليات اجتماعية، المشكلة تراجع المشتري بهي الفترات الجدي ليس موقعاً جيداً على صعيد علاقات الشراكات، هي شراكات عملية، هي شراكات شخصية، هي القصص لازم كتير تنتبه لها. مولود 23 أي شيء له علاقة بالشراكات ممكن يكون مصدر مضايقات. خليني بلش برسائلكم على 18-45 طبعاً من أي موبايل داخل سوريا. أحمد ابن ميساء من مواليد 2000، أحمد والله عندك سنة حلوة وسنة حلوة جداً كمان، بس حبيبي لسه ما بلشت وما رح تبلش قبل الثامن، يعني أنا بيخطري قبل مواليدك أنت أو قبل تاريخ ميلادك وما بعد أمورك أفضل بكتير وأحسن بكتير. لما خضير 2005، ما بعرف إذا أنت تاسع لما صح؟ سنة مناسبة بالنسبة لك وأنا برأيي أنك بنوتة شطورة. هلأ المهم قد أنت مركزة على حكاية إنك تكتبي على الورقة اللي لازم ينكتب أو الإجابات الصح، هذا اللي عم بحكي عليه اللي العلاقة بالتركيز. مارغريت يسعد أوقاتك يا مارغريت، روحي أمورك جيدة لكن ليس قبل الثامن، هذا الجيد ليس قبل الثامن، حتى هذا الشهر السابع هلأ جايكي شوي متعب، الأمور ليست في أفضل حالاتها وغالباً أنت شوي مكركبة من أشياء عم بتصير ممكن تكون حواليكي. حنين عم تسألني عن توافق، لا ما تقولي لي عم تسألي لي عن توافق، بزعل منك حنين. ياسمين مع هيام، لا في ثلاث مواليد وصلني ما فهمت شيء. خديجة وكمال 92 و80، إحدى العلاقات الأفضل يا خديجة، علاقة جيدة جدا وأنت قائدة في هذه العلاقة يا خديجة، يعني أنا برأيي القصة تكمن عندك. هلا هو مشكلته إنه ما كتير بيحب الزواج، بس أنت ذكية وفهيمة وأنا برأيي بتعرفي تتصرفي، ما بخاف عليكي. هلأ في حظوظ مساعدة جداً 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 هذا العام. دوريت 97 يسعد أوقاتك يا دوريت، سنت حظك يا دوريت بس من هلأ وما بعد، يعني بدك تنسالي الشهرين السابقين، خامس وسادس ما كانوا أبداً لك علاقة فيهم بالحظوظ، هلأ عكس السابع والثامن اللي عندك فيهم حظوظ مساعدة يا دوريت، سواء عاطفياً سواء مالياً، أليس هذا جيداً يا دوريت؟ جيداً. أحمد ابن دلال كان بدي يوم وشهر يا أحمد، ما بعرف إذا هو 1/9/91، أنا رح أفترض هيك يا أحمد لأنه أنت حاطن 1991، يعني بس رح أفترض أنه 1/9 وقل لك أنه الأمور ضمن إطار الجيد لكن ليس قبل نهايات الصيف، لأنه هلأ لا أمورك العاطفية كتير منيحة ولا أمورك المالية كتير منيحة، بدك لنهاية الصيف لتحس الأمور كرجت باتجاه الأحسن. يا رب الأيام سعيدة للجميع وتضلوا دائماً بخير. شكراً كثير لك يا نجلة. سعيد صباحك. شكراً كثير لك يا مدام. هاد كان كل مشاهدينا بحلقة اليوم. بدي أقول شغلة قبل ما نختم، مبارح بعض الطلاب إن كان تاسع وإن كان بكالوريا ما عملوا كثير منيح يمكن بالفحص اللي قدموه بأول مادة، فهذا الشيء بينعكس سلباً على باقي المواد. صحيح. ما تيأسوا، أول مادة راحت مع أول مادة، والبكالوريا اذا لا سمح الله لا سمح الله ما مشي الحال السنه، السنه الجايه سمحوا لكم وزاره التربيه ترجعوا تتقدموا للامتحان باعتبار ما في دوره تكميليه، فكل التوفيق لكم، ركزوا بالمواد اللي جايه وبنسمع اخباركم الطيبه والصحه والسلامه بظل هاي الظروف والجائحه اللي رجعت من اول وجديد. الصحه والسلامه لنا ولكم يا رب، تبقوا بالف خير.